إذا الـ AC to AC الفكرة فيها إن أنا بدي أحول من AC بدي أعمل كنترول على AC وأحوله لـ AC مختلف. ناخذ مثال بسيط عليها. عمركم شفتوا الديمرز اللي في البيوت اللي بتطفي الضوء بتخفف الضوء؟ هذا بستخدم AC controller AC phase voltage phase controller وبيشتغل بالشكل التالي. هاي اللود هلا هون شو استخدمنا؟ استخدمنا pair نسميهم back to back SCRs. ايش يعني back to back؟ باللغة back to back عم تروح شو تلعب من الألعاب هلا أولاد بحط ظهر على ظهر ولد تاني بيصيروا يرفعوا بعض back to back لأنه هذول أول سميهم anti parallel SCRs. ليش حطينا اثنين anti parallel؟ واحد منهم اسمه الكرت يعمل conduction بهذا الاتجاه، واحد منهم اسمه كمان conduction الكرت بهذا الاتجاه. حتى اغير كميه الفولتج اللي داخل شو بغير هون؟ بغير الفايرنج انجل تبع السيار هذا اللي موجود هون. اذا هذا اللي نسميها اي سي فولتج فيز. ايش بدخل التيارات جبتين؟ هلا التيار بالاي سي لما يكون بالاي سي بمر هيك 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 هيك، لما يكون نيجاتيف بمر هون بعدين برجع. فال 180 درجه الاولى لما يكون السبلاي بوزيتيف بتحكم في هذا الاس سي ار، لما يكون نيجاتيف بتحكم بهذا الاس سي ار وبقدر اتحكم بكميه الاي سي. بس اللي داخل هون اي سي واللي طالع على اللود كمان اي سي، فبقدر اتحكم انا اي سي تو اي سي. كمان عندي انواع ثانيه، مثلا نوع ثاني اللي هو غير هذا اسمه سايكل كونفرتر. وفكرة السايكل كونفرتر انه او عندي مثلا ماتريكس كونفرتر، عندي دائما هون اس تي هون داخل عندي اي سي وبتطلع معي اي سي. اللي بعده هون في عندي مجموعه الكترونيك سويتشز، يعني هذا هون مشبوك هون مشبوك هون. فأنا مثلا في لحظة من اللحظات بدي الآر أطلعه على الآر أو الآر بدي أطلعه على الإس أو الآر بدي أطلعه على التي، عملية معقدة بنحكي طبعا بنحكي عنها بعدين. بس هون لاحظوا اللي داخل معي هو إي سي واللي طالع معي إي سي، وفي عندي كم سويتش عندي هون؟ تسعة سويتشز حسب القرارات اللي بتتخذها لهذول السويتشز. طبعا بصيرش أسكر السويتشز الاثنين يعملوا له شورت سيركت، يعني بصيرش أسكر هذا السويتش وهذا السويتش. سكرت هذول الاثنين شو بعمل؟ شورت سيركت بين آر إن وإس. هون بيطلع عندي ار اوت، هذا هون عندي انبوت اي سي وهون الاوت بيكون كنترول. هذا نوع من الاي سي تو اي سي. لاحظوا ما حولنا من اي سي لدي سي ومن دي سي لاي سي، حولنا مباشره من اي سي لاي سي او من دي سي لدي سي. دكتور نعم. طيب ليش احنا نتحكم ليش ما نتحكم فيها عن طريق الريزستيف يعني؟ تمام، سؤال ممتاز ممتاز، سؤال ممتاز. هذا دائما السؤال بنسأل انا ليش بدي اتحكم بهذا اللود مثلا هون مشيت مثلا هذا. طبعا كان بامكاني احط ريزيستر ان سيريز مع الريزيستر تبعت اللود واحط عليها فيريبل واصير اغيرها وتتغير معي وتتغير مع الفولتج، مش هيك؟ جواب ايش ليش؟ يعني اللي بيسألوا ايش اسمك؟ هذا خلصت منه انا صراحه هون. ليش انا ما اجي اجيب هي الاي سي؟ هاي عندي من اللود اروح اجيب انا فيربل شيخ الضغط وهذا راح يغير الفولتج، راح يغير الفولتج اللي هون بتغيير الفولتج اللي موجود هون.
ليش؟ ليش ما بعمل هيك؟ بزيدكم باور ايش الباور الزيادة؟ يعني تسحب هذه رح تولع معي رح تحمى مضبوط؟ صحيح كلامك بس هذه رح تحمى مضبوط وعم بضيع فيها طاقة كثير بدي اتخلص من الحرارة الموجودة فينا بدي كومبوننت زيادة زي ما الواحد منكم حكى منهم كومبوننت زيادة مش 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 فعالة مش افيشنت عم بضيع الطاقة كلها ليش ما نوفر الطاقة؟ مضبوط؟ ليش ما اطفي على اللود اعطيه شوي واطفي عنه شوي اعطيه شوي واطفي عنه شوي ما كان هذا زمان ممكن هذا ما كان زمان ممكن مكان هذول وكلنا نضطر مرات نعمل اشياء زي كذا في طريقه ثانيه اسمها اوتو ترانسفورمر او ترانسفورمر اوتو ترانسفورمر بغير الاوتبوت تبع تركيب الترانسفورمر بس متغير الترانسفورمر بس هذا اقرب للفكره اللي انت حكيتها وممكن يستخدمه الاوتو ترانسفورمر نستخدمه بالشكل التالي اذا عندكم هاي هون اللود هاي السبلاي عفوا هاي عندي ترانسفورمر هون في عندي هاي متحركة وهاي ثابتة هاي ممكن تصير اوتو ترانسفورمر اوتو ترانسفورمر هاي النقطة بتكون زي اشي متحرك متغير وبغيره بس مشكلتي اذا بدي اغيره شو بدي اعمل؟ بدي ميكانيكي امسك اشي واحركه هون هذا اسهل ليش؟ انا بقدر هذا اشبكه مع تكمل كنترولر او مضبوط لكن هذا المتحرك هلا هذا هو بوفر بالطاقه ما بيستهلك الطاقه اللي بيستهلكها السيستم اللي فرجيناه قبل شوي اوكي ماشي ماشي واضحه فكره الاي سي والاي سي رح اطلب تفصيلهم اكثر بعدين انا بس رسمت الرسم العام تبعته وهذا ممكن نعمله كمان منه 3 فيز ممكن اعمل منه سنجل فيز هذا اسمه سايكل كونفرتر اول الاسم الاصح هو ماتريكس كونفرتر ماتريكس كونفرتر بامكاني احول من اي سي هون يطلع معي اي سي هون وهي احد اسباب استخدامها زميلكم من هون ممكن انا احول اي سي لاي سي متغير باستعمال اوتو ترانسفورم بدون ما اضيع الطاقه اللي موجوده بس مشكلته هذا بدك تحرك صار بدك شيء يحرك الهاتف هذا مناسب ممكن اذا انا بدي احرك بايدي واعمل شويه ادجستمنت بس مش مناسب بدي اعمل اوتوميشن واشبكه مع كنترولز ماشي نوقف هاي ناخذ اخر